اهلا بكم اعزائي المشاهدين في الكورس المتميز في تعليم اللغه الانجليزيه. احنا راجعين لكم بعد فتره، يمكن وقفنا شويه. كورس متميز، لو حضراتكم تعرفوا احنا بدانا كورس المبتدئين، لان واحنا شغالين في كورس متميز لقينا ناس كتير قوي بتتكلم انها عايزه تبدا من البدايه، فوقفت شويه الكورس المتميز ومشيت في كورس المبتدئين، وعملت كمان كورس متخصص في القواعد في الجرامر. فبالتالي بقى عندنا 3 كورسات: الكورس المتميز، كورس المبتدئين، وكورس في الجرامر، متخصص في الجرامر أو في قواعد اللغة الإنجليزية. عملت القصة بتاعت أولى إعدادي عشان يستفيدوا بيها الطلبة في أولى إعدادي. كمان القصة هتبقى مفيدة جدا لكل حد في الكورس معانا اللي هو الكورس المتميز، لأنها أنا حاطط الفيلم بتاع القصة نفسه، يعني أنا شارح القصة بأسئلة وإجابات، فهنشوف أسلوب الأسئلة والإجابات وإزاي يبقى عندي حاجة ويحاورني فيها. زائد كمان الفيلم للفور شابترز، 4 فصول القصة موجود، فهتعلم من اللكنة وهتعلم من الجمل اللي بتتقال. فيعني أنا عايز كل حد معانا في الكورس المتميز يرجع كده للقصة المقررة على الصف الأول الإعدادي، لأنها مفيدة جدا معانا في الكورس. أنا حاططها أساسا عشان الكورس بتاعنا، عشان يبقى فيه يعني زي قصة كده موجودة بأسئلة وإجابات، وموجودة كمان بفيلم، فأبقى متابع كله مع بعض. إحنا النهاردة بنرجع لكم تاني في الوحدة 7، الحلقة الأولى. يعني النهاردة ميعادنا مع يونت 7، يعني الوحدة 7، إبيسود 1، اللي حافظ معانا الكلمات ديت يونت 7 إبيسود 1. تعالوا كده نشوف الحلقة النهاردة، هتبقى جميلة جدا ومخصصة كده لحاجة كلكم هتبقوا مهتمين بيها، فتعالوا نبدأ مع بعض. يلا بينا نفتكر مع بعض، احنا كنا بناخد فرع اسمه pronunciation، يعني قواعد النطق. وقلنا في pronunciation هناخد الفاولز، وهناخد تركيبات الحروف، الفاولز اللي هي الحروف المتحركة، وتركيبات الحروف اللي هي الكومباينيشنز، يعني حرفين او 3 او 4 مع بعض بيتنطقوا نطق واحد. وهناخد كمان حروف السايلنت معاكم. احنا لسه مكملين مع الفاولز اللي هي الحروف المتحركة في البرونانسيشن، وهناخد حرف اليو لما يجي ورا حرف وبعدين حرف ايه كيف ينطق. يلا نتوقع كده مع بعض الكلمات كلها: يو ورا حرف ساكن وبعدين حرف ايه، يو حرف ساكن حرف ايه، يو حرف ساكن حرف ايه، يو اهي حرف ساكن حرف ايه، يو حرف ساكن حرف ايه، وهكذا. حتى الكلمات الكبيرة المقطع اللي فيه ديت اليو اللي وراها حرف ساكن وحرف ايه. بتتنطق ازاي دي بقى؟ بتتنطق زي حرف اليو في الالفابيتك، يعني ده انا بقوله يو، دي برضه هتتنطق يو. يعني الكلمة دي مش هنقولها قب زي الحلقة اللي فاتت، لو شلنا الاي كده تبقى قب، لا هي مش زي الحلقة اللي فاتت كده، لا لما حطيت اي في الاخر بقى اسمها كيوب. كيوب كيوب معناها مكعب، والإي الأخيرة لا تنطق، الإي الأخيرة ما بتنطقش، بس كل دورها إنها تخلي اليو يو، تخلي حرف اليو يبقى منطوق يو، فالكلمة اسمها كيوب. حد يعرف يخمن معايا الكلمة اللي جاية؟ أيوة برافو، حد ابتدى يقول كده فيقول لي إيه؟ تيوب. أيوة تيوب يعني أنبوبة، تيوب يعني أنبوبة. طب اللي جاية دي بس خدوا بالكوا، جي ديت منطوقة جي مش جيم، يعني الكلمة ديت هيبقى فيها جي. مين يحاول؟ ايوه حلو قوي، شايف ناس كتيره بتحاول كده، بس انا هقولها لكم بالظبط، اسمها هيوج. هيوج يعني ضخم. الكلمه الرابعه في العمود الاول ديت احنا كلنا عارفينها، اسمها يوز. يوز يعني يستخدم، يوز يستخدم. ودي اسمها فيوز، حد عارف الفيوز بتاع الكهرباء؟ اسمها فيوز. فيوز نشوف بعد كده الكلمه دي اسمها كيوت، حد كيوت يعني لطيف او جميل او حد كويس، حد كده كيوت يعني شاب كيوت، كلنا عارفينها بالعربي دلوقتي. بيور، بيور يعني نقي. بيور. ديون كثبان رملية، يعني لما الرياح بتيجي في حتة صحراء كده فبتخلي زي تلة من الرمل، دي اسمها كثبان رملية، اسمها ديون. ديون الكلمة دي اسمها ديستري. ديستري المقطع الأولاني، بس المقطع التاني اسمه بيوت. بيوت برضو أهل يوم أنتو أيو، يبقى ديستريبيوت يوزع، distribute يوزع. طب الكلمة دي عارفينها، introduce يقدم، introduce يقدم. يبقى كده المقطع التاني اللي هو اسمه ديوس. ديوس
نشوف العمود التالت ونبص مع بعض كلمة اسمها compute. compute يعني يحسب، جاي منها computer، computer يعني حاسب آلي، فهنا compute. الكلمة اللي بعدها assume، assume يعني يفترض، assume يعني يفترض. طب لو عكسنا حروفها شوية يبقى اسمها amuse، amuse يعني يمتع أو يسلي، amuse برضو نفس اليو اللي ورا وراها ايه. طب الكلمة اللي اسمها ايه؟ confuse، confuse يعني يربك، حد بيربكني، you confuse me، انت بتربكني، confuse. في كلمة احنا عارفينها قوي excuse، لما بقول لواحد excuse me، excuse me معذرة، ف excuse يعني يعتذر. كده كلمات سهلة، اليو اللي وراها وراها ايه، يعني وراها حرف وبعدين ايه، تنطق يو والايه ما تتنطقش. نقول مع بعض عمود عمود. كالعادة هقرا واسيبكوا تقروا ورايا، هسيب مساحة من الوقت كده تقروا ورايا فيها. أول كلمة كيوب، كيوب. تاني كلمة تيوب، تيوب. تالت كلمة هيوج، هيوج. الرابعة يوز، يوز. خمسة فيوز، فيوز. خش على عمود تاني، الكلمة الأولى كيوت، كيوت. الكلمة التانية بيور، بيور. تالتة ديون، ديون. الكلمة الرابعة طويلة شوية ديستريبيوت، ديستريبيوت. الكلمة الأخيرة في العمود الثاني introduce، introduce. نخش على العمود الثالث compute، compute. الكلمة الثانية assume، assume. amuse، amuse. الكلمة الرابعة confuse، confuse. excuse كلمة أخيرة، excuse. حابب أعرفكم حاجة، ممكن تكونوا لو ما تابعتوش كورسات تانية مش عارفينها، احنا بقينا كل الفايل أو كل الفيديو اتحول، يعني بحوله لنسخة ورقية، يعني ينفع انت بعد ما تشوف الفيديو تنزل تحت في التفاصيل بتاعة الفيديو، هتلاقي مكتوب كده تحميل النسخة الورقية من هنا، هتلاقي ايه، تحميل النسخة الورقية من هنا، تدوس عليها يقوم كل الفيديو اللي احنا شرحناه يتحول لورق عندك على الكمبيوتر او على الموبايل وينزل عندك، فممكن تطبعه ورق ملون جميل جدا، وممكن كمان تحتفظ بيه بنسخة منه على الموبايل او على الكمبيوتر، ففي اي وقت حتى ما فتحتش الفيديو معاك PDF، معاك ملف في الورق، دي اسمها النسخة الورقية، فبالتالي يبقى الورق كله موجود معاكوا، تقدروا تعملوا ما لازم، تقدروا تطبعوا الورق دوت وتعملوا منه كتيب، يبقى الكتيب بتاع الكورس، بدل ما انا كنت كل مرة بقول لكم صوروا الشاشة اكتبوا الكلمات في اجندة، لا انت تقدر تطبع كتيب الكورس. في كل مرة تتفرج على الحلقة هتلاقي تحت تفاصيل، في التفاصيل بتاعة الحلقة هتلاقي تحميل النسخة الورقية من هنا، دوس عليها يبتدي يحمل لك النسخة كده. احنا عملناها في كل الكورس، يعني تقدر ترجع من اول حلقة خالص، كل حلقة شوف الفيديو حمل النسخة الورقية، تاني حلقة شوف الفيديو حمل النسخة الورقية، وابتدي وانت بتعمل كده احتفظ بكتيب الكورس، ذاكر منه، اشرح لحد منه، لو حضرتك مدرس او حضرتك حابب تفيد بيه حد ينفع تشرح منه، ده كله متاح، احنا بنعمل ده كله مجانا وينفع نفيد بيه الاخرين. اتمنى كمان واحنا بنعمل كده اعملوا لنا شير للفيديو على اوسع نطاق، يعني يا ريت تعملوا الفيديو بتاعنا شير في الجروبس اللي انتم مشاركين فيها، شير في الفيسبوك، شير في تويتر، خلي يعني خلي الخير والفايدة تعم على كل الناس في كل مكان. احنا خدنا مع بعض اول حاجة، اول جزء بارت 1 في حلقتنا النهاردة اسمها الفاولز، اللي هي تبع حاجة اسمها pronunciation. لو انا مش عارف
تكوين الكورس، ارجع لأول أو تاني حلقة في الكورس، هتلاقي أنا بشرح الكورس بيتكون من إيه، وهتلاقي نفسك متابع معايا. يلا نشوف بارت 2 أو البارت اللي بعد كده، الجزء اللي بعد كده في الحلقة. حاجة اسمها القاموس ديكشنري، وديكشنري النهاردة هناخد حاجة اسمها words family، عائلة الكلمات. زي ما اتعودنا بناخد كلمات مرتبطة بموضوع معين، بس يبقى نفس الموضوع ناخد فيه كلمات. النهاردة هناخد في الحقيقة كلمات كتيرة شوية، لكن مهمة جدا، لأن احنا يعني الفترة دي واحنا بنسجل الفيديو كانت متواجبة مع الانتخابات الرئاسية الأمريكية، فعشان كده هنقول كلماتنا النهاردة عن الانتخابات. elect ينتخب، elect ينتخب ده فعل ينتخب، election اللي هي الانتخابات election، ف elector منتخب، nominee مرشح، vote يصوت، president رئيس، president election campaign حملة انتخابية، election abuses مفاسد انتخابية، election abuses اليو اللي وراها ايه ديت اهي، use المقطع ده use، فدي اسمها abuses، يبقى election abuses مفاسد انتخابية. نكمل باقي الكلمات النهارده، القاموس بس يعني مزودينه شوية. was family، عندنا election law قانون انتخابات، بيعملوا قوانين انتخابات كده، election propaganda يعني دعاية انتخابية، election results نتائج الانتخابات، polling يعني تصويت، presidential election الانتخابات الرئاسية يعني انتخابات على مين يبقى رئيس البلد، زي في أمريكا كده، voters المصوتين، ديمقراطيك يعني ديمقراطي الحزب الديمقراطي في أمريكا، the United States اللي هي الولايات المتحدة، لو قلتها the United States of America الولايات المتحدة الأمريكية كده. أتمنى الكلمات تبقى سهلة، ونخش على part 3. بارت 3 النهارده جرامر بسيط قوي، احنا مش هناخد الجرامر كله، زي ما اتفقنا ان في كورس متخصص في القواعد النحويه او الجرامر، ينفع نروح الكورس دوت، احنا شرحنا فيه لغايه دلوقتي زمن المضارع البسيط والماضي البسيط والمستقبل البسيط، لكن قدام شويه هنكون بناخد الازمنه التامه والازمنه المستمره. فكده النهارده بنشوف بس تركيبه بس بتاعت زمن المضارع التام. مضارع تام يعني حاجه لسه حاصله حالا توا، او حاجه حاصله واثرها لسه معايا، يعني شبه الماضي، حاجه حصلت في الماضي، بس الماضي بقى بقول فيه فتره زمنيه، حصل امتى، يوم ايه، اول امبارح، الاسبوع اللي فات، لكن في المضارع التام مش بذكر حصل امتى، لكن المهم ان هو لسه اثره موجود حتى الان. تركيبه المضارع التام تبقى ايه، اي وهي وشي وات، ضمير ذات بتاخد هاز فعل مساعد، لو يو وي ذي تاخد هاف فعل مساعد زائد التصريف الثالث للفعل. أمثلة، لو قلنا I have played football، I have played football لقد لعبت كرة قدم، وعلى فكرة بترجموها باللغة العربية لقد، عشان لقد يعني حاجة أنا عارفها ولسه موجودة، هي كأنها لسه بالفعل حاجة فعلا، I have already أنا بالفعل، لقد يعني فعلا عملت حاجة لسه فاكرها ولسه تأثيرها موجود. يقول لي إيه، he has eaten pasta لقد أكل مكرونة، We have walked to the club لقد مشينا إلى النادي، They have been to America لقد سافروا إلى أمريكا. يبقى have أو has زائد التصريف التالت للفعل بقى زمن اسمه المضارع التاني. نبذة مختصرة جدا لسه هنشرحها برضو هنا في الكورس بتوسع أكتر، وكمان في كورس الجرامر بأقصر وأدق التفاصيل. ده بارت سريع اللي هو جرامر، خش على بارت 4 في حلقتنا النهاردة، يلا بينا. النهاردة ناخد ريدنج، وريدنج النهاردة أنا جايب جزء بسيط من الكلمة اللي ألقاها ترامب
لما جه استلم يعني نجح في الانتخابات الرئاسية فقال كلمة، فابتدينا يعني قمت واخد جزء من الكلمة دي. اعتقد ان انا هحاول اجيب لكم الكلمة ديت فيديو نشوفها، بس ممكن الحلقة الجاية نكملها وبعد كده اقوم جايبها فيديو جوه الكورس، بحيث ان احنا نتفرج على الكلمة فيديو. هي طبعا لو رجعت على اليوتيوب وكتبت كلمة ترامب مثلا او كده هتلاقي الكلمة موجودة وهتلاقي نفسك بتسمعها كويس قوي، لكن انا هحاول اجيبها لكم في القناة عندنا بحيث انها تبقى يعني موجودة قدامك وتبقى حلقة من ضمن الحلقات تبتدي تتفرج عليها وترجع تاني للجمل بتاعتها. فترامب اول ما وقف قال ايه؟ ثانك يو فيري ماتش، ثانك يو فيري ماتش، شكرا جزيلا، ثانك يو فيري ماتش، I've just received a call from Secretary Clinton. I've just حالا توا انا تلقيت received a call. call يعني ايه؟ مكالمة. received تلقيت او استقبلت مكالمة. I've just received a call from Secretary Clinton. Secretary Clinton، سكرتيرة كلينتون. لقد تلقيت مكالمة توا من السكرتيرة كلينتون، وزيرة كلينتون. She congratulated us. بيقول ايه؟ She congratulated us. It's about us on our victory. ان هو بيقول هي هنأتنا. She congratulated us. She congratulated us يعني هي هنأتنا. It's about us، وبيقول احنا. طبعا هو مع الحزب بتاعه. It's about us، فيقول لهم احنا. It's about us يعني هنأتنا احنا. On our victory. On our victory يعني على انتصارنا، على انتصارنا. نقرا الجملة كده. Thank you very much. I've just received a call from Secretary Clinton. She congratulated us. It's about us. On our victory. هو بالفعل قايلها ببطء يعني ينفع جملة جملة نسمعها منه. Thank you very much. I've just received a call from Secretary Clinton. She congratulated us. It's about us on our victory. And I congratulated her and her family. I congratulated her and her family on a very, very hard-fought campaign. And I وأنا congratulated her هنأتها and her family وعائلتها يعني هنأتها هي والعيلة بتاعتها on a very, very hard-fought campaign على الحملة الدعائية الشرسة اللي هي عملتها. يعني هي عملت very, very hard-fought campaign، كانت بتحارب في الدعاية اللي هي كانت بتعملها، يعني كانت بتعمل دعاية بحرب، بتحارب بشراسة عشان تاخد الرئاسة. فهو بيقول and I congratulated her and her family on a very, very hard fought campaign. وأنا هنأتها وعائلتها على حملتها الدعائية الشرسة. نكمل. فبيقول كده I mean she fought very hard، يعني بيقول كلام كلام كلام، بيقول أنا أقصد إن هي حاربت بشدة. I mean she fought very hard. She fought، حاربت very hard بشدة. بيقول كده Hillary has worked very long and very hard over a long period of time. Hillary has worked. كل الأزمنة هتلاقيها هنا مضارع تام بيتكلم على حاجة لسه، واحدة لسه كانت معاه في الانتخابات ويا دوب هو فاز وبيتكلم عليها. فطبعا ده مش ماضي سحيق يعني، مش ماضي بعيد، لا ده بيتكلم عن حاجة لسه حاصلة. فبالتالي أنسب زمن، هو بيتكلم زمن صح، جرامر مظبوط، بيتكلم في المضارع التام. Hillary has worked very long. لقد عملت هيلاري very long، فترة طويلة، and very hard، وبجد ونشاط. very hard، hard يعني بجد، شاد بجد جدا يعني بجد ونشاط. over a long period of time، عبر فترة طويلة من الزمن. يبقى هيلاري has worked very long and very hard over a long period of time. هيلاري has worked very long and very hard over a long period of time. And we owe her a major debt of gratitude for her service to our country. And we owe her ونحن ندين لها a major debt of gratitude. And we owe her نحن ندين لها a major debt اللي بيه هنا silent a major debt of gratitude يعني دين عظيم من الشكر يعني امتنان. نترجمها زي ونحن ندين لها امتنانا كبيرا.
and we owe her a major debt of gratitude. تعبير ممكن نحفظه، ده جميل جدا التعبير ده. And we owe her a major debt of gratitude for her service to our country. على خدماتها لأمتنا، لبلدنا. To our country. And we owe her a major debt of gratitude for her service to our country. نحن ندين لها امتنانا كبيرا على خدماتها لبلدنا. I mean that very sincerely. I mean that very sincerely. أعني هذا بإخلاص جدا. يعني أنا بقول الكلام ده من قلبي، أنا مخلص وأنا بقول الكلام ده. وبقول بعد كده إيه؟ Now it's time for America to bind the wounds of division. Now it's time for America. إنه وقت الآن. لقد حان الوقت for America، لأمريكا. To bind the wounds of division، لتضمد جروح الانشقاق. Now it's time for America. Now it's time for America to bind the wounds of division. لتضمد، تعالج the wounds، جراحات of division، الانقسام، الانشقاق. يبقى now it's time for America to bind the wounds of division. Now it's time for America to bind the wounds of division. The wounds، جراحات of division، الانقسام أو الانشقاق. We have to get together. We have to get together. علينا أن نعملها معا. يبقى now it's time to now it's time for America to bind the wounds of division. We have to get together. To all Republicans and Democrats and Independents across this nation. لكل Republicans الجمهوريين and Democrats الديمقراطيين and Independents المستقلين أو الاستقلاليين across this nation، عبر هذه الأمة. يبقى to all Republicans and Democrats and Independents across this nation، لكل الجمهوريين والديمقراطيين والمستقلين عبر هذه الأمة. عايز يوحد ده كله من أجل البلد كده. دي كان جزء صغير من الكلمة اللي قالها ترامب وهو طالع كده، يعني خد الفوز بتاعه، بيتكلم مع الفيكتوري بتاعه على الفوز بتاعه. لو تحبوا كده نقولها تاني بسرعة، نرجعها كده واحدة واحدة ونقولها بدون ترجمة، الترجمة مكتوبة. يبقى كده Thank you very much. I've just received a call from Secretary Clinton. She congratulated us. It's about us in our on our victory. And I congratulated her and her family on a very, very hard fought campaign. I mean she fought very hard. Hillary has worked very long and very hard over a long period of time. And we owe her a major debt of gratitude for her service to our country. I mean that very sincerely. Now it's time for America to bind the wounds of division. We have to get together. To all Republicans and Democrats and independence across this nation. كده نكون خلصنا الكلمة اللي قالها ترامب كده، ولسه نكملها في الحلقة الجاية. واحنا بنكملها بعد كده هقوم حاطط لكم الفيديو ونسمع الكلام ده 100,000 فيديو. الفترات الجاية هكون بكتر من فيديوهات نسمع الأجانب وهما بيتكلموا. كل ما أسمع كويس قوي وأدي وداني هما بيقولوا إيه، والكلام ده يبقى مكتوب قدامي، وبعد كده اشيله من قدامي واسمع بس وابقى فاهم، انا هقرب جدا من اللغه بتاعتهم، هقرب جدا من اني افهمهم وهما بيتكلموا. واحنا بندرس مع بعض هنلاقي نفسنا بنتقدم قوي في اللغه. وان شاء الله بعد الكورس المتميز دوت باذن الله بعد ما يخلص هكون بحضر لكم كورس اسمه ادفانسد انجلش. ادفانسد انجلش يعني كورس المتقدم، او يعني هيبقى كورس يعني مستوى اعلى من دوت في اللغه الانجليزيه. أشكركم على حسن المتابعة، أتمنى تعملولنا شير، لايك، سبسكرايب. إلى اللقاء في الحلقة الثانية من الوحدة السابعة من الكورس المتميز في تعليم اللغة الإنجليزية، مهندس عادل رمان.